أنا اسمي أحمد، عندي 4 سنين، وده بابا وماما، بيحبوني وأنا بحبهم قوي. أنا ابنهم الوحيد، وزي ما انتوا شايفين أنا نشيط وبحب اللعب. بس في يوم مرة واحدة كده تعبت ودخت، ورحت عند الدكتور، بس الدكتور صدم بابا وماما إن أنا عندي كانسر، وبابا وماما زعلوا جدا، وماما كانت كل يوم بتبكي، وبابا كان بيشوف ماما بالحال ده ومش قادر يعمل لها أي حاجة. ساعتها بابا نزل وركب العربية ومشى بيها، بس بص لقى حاجة فاجئته، لقى واحدة بتلم أكل من الزبالة وحاجات تانية منها. ساعتها بابا وقف العربية قال لها: انتي بتعملي ايه يا ست انتي؟ قالت له: بلم الزبالة يا بيه عشان ولادي. ساعتها بابا اتصدم وقال لها: وريني طب فين بيتكم ده، واولادك فين دول؟ ساعتها بابا راح ولقى فعلا ان ولادها صغيرين وعايشين في مكان فقير قوي. راح بقى قال لها: تعالي معايا. بابا خدها عند الجزار وقال له: الست دي هتجيلك كل شهر تديلها كذا وكذا. وبابا راح عند البقال وقال له: الست دي هتجيلك كل شهر تديلها كذا وكذا. وراح عند بتاع الملابس وراح قايل له: الست دي هتجيلك هي وأولادها وتجيب لهم كذا وكذا. طبعا الست شكرت بابا وقعدت تداير. وعدت الأيام وجه وقت الأشعة التاني عشان يشوف تطور الكانسر عندي. بعد ما شاف الدكتور الأشعة راح قايل لبابا: فين الولد اللي عنده كانسر؟ بابا راح قايل له: أهو دكتور قدامك. الدكتور قال له: لا مش ده، أنا عاوز ابنك التاني اللي عنده كانسر. بابا راح قايل له: ما عنديش غيره يا دكتور. الدكتور قال له: إزاي؟ الولد ده سليم ما فيهوش أي حاجة. ساعتها بابا وماما اتفاجئوا جدا وحمدوا ربنا عز وجل، وفعلا ما رجعت ألعب تاني زي الأول. بس بابا كان مستغرب: طب إزاي؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى ابني يرجع كده؟ عدت الأيام، وفي يوم بابا كان بيقرأ في كتاب رياض الصالحين وبيبص لقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. ساعتها بابا قفل الكتاب ونزل سجد لله عز وجل وقعد يبكي، لأن فهم ساعتها إن الخير والصدقة اللي عملها كانت السبب في شفائي. وهنا تكون انتهت قصتنا. أتمنى تكون عجبتكم، ونتعلم منها إننا نتصدق بنية الشفاء وفك الكروبات، فربنا وحده هو الشافي. الصدقة حتى لو بالقليل ليها ثواب كبير، فهي إن كانت قليلة في عينك فهي كبيرة في عين الفقير. أتمنى إن شاء الله تنتظرني في القصة الجاية، بس ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد إذنكم اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.